بنتكلم يا دكتور دلوقتي، فاحنا بنقول ان احنا الضغط النفسي الاسترس نمبر 1 في على مستوى العالم في لا في الوفيات. انت خايف ضغط العصب؟ انت خايف ولا ايه؟ لا انا عايز اقول لك. لا انا اقول انت خايف ولا زوجك ولا الزوجات؟ انت خايف ولا خايف؟ انت عارف ان الهرمونات بتاعتنا بتشتغل، يعني الضغط العصبي ده مش بيأثر بس على المناعة، ده بيأثر على المناعة والضغط والسكر وظبط. يعني لا تتخيل ان السكر بيعلى بشكل رهيب جدا في التوتر. نعم. الضغط العصبي. لا هنطلع السكر دي حاجة تانية. يعني يمكن انت حضرتك بتتكلم، انا شفت موقف حصل فعلا، ضغط الاعباء والاعمال وكده فيديك مهدئ. بالظبط. ممكن تأثر حتى على الفقرات الضهر. ولذلك حضرتك بره مثلا في امريكا تلاقي الدكتور بتاع السيكاتري ده اعلى اجر اعلى راتب، لان وهناك على طول ما عندهم ثقافة ان هو يروح لدكتور نفسي على اساس ده الاهم. احنا عندنا عيب، يدخل لدكتور نفسي معناها مجنون. ده مشكلة. ده مشكلة. لو الاصل طب